نعمل محطة نموذجية في جلبة بطاقة سنوية تجاوز 25,000 طن إن شاء الله بقيمة استثمار تبلغ 32 مليون دينار روسية بتجهيزات شركة ألمانية بطريقة طريقة تحويل النفايات إلى ديزل 2590 هذه مواصفات عالمية لأول مرة تدخل التكنولوجيا هذه بالسمة الفرنسوية لا ريبوليوبيليزاسيون كاتاليتيك يعني دخل دخل الزيت الحامي من الترميك هو العنصر الأساسي في المنظومة هذه وتقريبا المنتوج يكون في حدود 15 إلى 25% من الديزل 3% من تقريبا من المرماد المعقد والبقية فيه تقريبا بين 16-18% حديد وبلار وسيراميك البقية كلها تمشي مياه لأن كل الفوائد المنزلية في جربة تقريبا من 55 إلى 78% إيميديتي نسبة الرطوبة فيها كبيرة ياسر المشكلة اللي في احنا تو في تونس كل انسان يجي يحب يعمل يبعث مشروع في البيئة وخاصة في تثمين النفايات دائما يطلب الإعانات في الدولة التونسية يقول أول شيء أعطوني مبلغ كذا في الطرناطة مش هحولها لكم إلى نفايات مش نردمها أو نحرقها احنا المشروع هذا لاحشنا في الدولة أو البلديات الجامعات المحلية مش تعطينا فلوس ولاحشنا معناها كذلك بمعنى إعانة الدولة ولاحشنا مش نبيعوا الديزل أو المنتوج بصفة عامة بأسعار تفاضلية احنا في المشروع هذا مش نخلو الدعم الدولة لنوع من المشاريع كيف هذه هو تلقى للدولة ولجماعات المحلية الاستثمارات اللي ممكن تستثمرها الدولة في هذا المجال في تحويل النفايات كذلك مش تبقى للدولة من هذايا من الدولة ما طلبين منها شيء جيبونا كمونة حطوها في 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 نجم في المصنع وبدوني مقابل معناها لا نطلب منهم 40 دينار كما يطلب بعض المؤسسات اللي جيت تحب تتصل في تونس ولا حاجنا كذلك أنا مش نبيعوا بأسعار تفاضلية هذا هو المشروع ككل ناس جبناهم مش بيعودنا ماكينة بياخدوا فلوسه بالسلامة لا مش ينقلوا التكنولوجيا هذه لبلادنا كنا نموذجية وانتم لاحظتوا كونوا عندنا شركات خريطة خوش كونكرون تاعنا فما من الناس تبحث في الشركات ومتطورين وديما يشون أعطيني تنعمل لك حل هي احنا شنو هذا كل عيشوا الفلوس في سنة الواحد لا احنا عندنا مصلحة تونس كباز بعدين نطلقوا لفريقيا وتونس فيها شرط أساسي للمجموعة بتاعنا human resource طاقة الأمريكيات والخارجين خير مني أنا يقريوا لي قراني هذو ما فيش ناخذوا منهم نسبة معينة وعنا دي كونديريكتي دو ريشيرش وحدات نتاع كيش نقولوا ريشيرش بحث فما دي لابوراتوار شنو هذا كل في النفايات اي نعم النفايات راهي فلوس عايشة في الشارع هما وصلوا دول يلزم تفكس على زبلة باش تعمل مصنع في ألمانيا فاحنا موجود لهنا اوكي شيء غريب لكن احنا الجديد بالذكر كونه انا تونسي جيت لبلادي الإدارة ما قصرتش معنا الحق وفما اخر وجهد لكن قاعدين نتقدموا بطريقة سريعة صدقوني سريعة الأستاذ سي المكي شرح كونه فما الإدارة تاع تونس والوزارات هما اللي قالوا فما جربة احنا ما اخترناش جربة وجه البلاد والتوريست لكن
شويه انا يظهر لي راسي شويه الجنوب انا من قبلك الا مش قدام الجنوب احنا ماشيين حتى ان شاء الله لشمال تونس.